بن عبد العزيز الموسى الهلالي الهلالي ينطلق هذا الشعار الخطير حينما فعل الهلال في مساء البارحة السوبر السوبر ينطلق في مثل هذا الشوط السوبر انطلق إلى البداية موسى بن عبد العزيز الموسى سلام يا عبد العزيز سلام يا الموسى يا الزعيم الهلالي نماس نماس على هذا الانتصار معاند دارينا والنماس المركز الثاني احسن مرد عكار المري وثالثا شعار عبد العزيز بن فران المري المركز الرابع شعار هادي بن سالم البيت المري المركز الخامس لحظات نتعرف من خلال الإعادة أيها المشاهدون أيها المتابعون الكرام تهانينا والنماس عبد العزيز بن موسى موسى بن عبد العزيز بن موسى من انتزع هذا الشوط معلن من خلاله هذا الشعار المميز الهلالي بالفعل معاند 7:47 87 جزء من الثانية المركز الثاني حسين بدعكان المري السيف 7:49 51 جزء من الثانية وثالثا عبد العزيز بن فران المري 7:51 ثانية و48 جزءا من الثانية ورابعا هادي بن سالم المري وخامسا سعد بن سالم الف ايد المري تهانينا والنماس لعبد العزيز موسى بن عبد العزيز الموسى على هذا الانتصار